مفيش ألذ من إحساس الفلوس اللي بتخليك تنغنغ نفسك واللي حواليك. تحسب على أوردر مش بتاعك، تجيب هدية أو اتنين، تبعلق فلوس كتير، تدلع القطة ترسمها، إيه المشكلة؟ تعمل عيد ميلاد موفر حبتين، أو تجدد الريسبشن مثلا، هيتخضوا منك عادي، ما انت مش معودهم على النغنغه دي. بس مع كريدت كارد البنك الاهلي المصري هتعودهم على النغنغه، علشان كل مره هتشتري بحد ادنى 1000 جنيه هتدخل سحب على هديه 5000 جنيه ينزلوا على كارتك كل شهر لمده سنه. كريدت كارد البنك الاهلي المصري، السنه كلها نغنغه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر.